بيقول لك ماركو كومت اوس اسبانيا، يعني ماركو ياتي جاي من اسبانيا. Aber seine Familie wohnt schon lange in Deutschland, in Berlin. ولكن عائلته تسكن منذ فترة في ألمانيا، في برلين. Sein Vater arbeitet hier. Sein Vater اللي هو والده، باباه، شغال، يعمل هنا. تمام؟ arbeitet hier، hier يعني هنا. هنا دي عايدة على فين بالظبط؟ هنا دي عايدة على فين؟ على برلين، على دويتشلاند. Und seine Mutter ist immer zu Hause. ومامته دايما في البيت. Zu Hause يعني في المنزل. Zu Hause يعني في المنزل. بس معناها ان هي مش شغالة. رب منزل. ماركو ist 13 Jahre alt. ماركو عنده 13 سنة und geht in die siebte Klasse. ورايح للصف اللي هو السابع اللي هو الأول الإعدادي. Er spricht gut Deutsch. بيتكلم ألماني كويس. Aber auch gut Spanisch. ولكن أيضا aber auch ولكن أيضا good Spanish بيتكلم برضو أسباني كويس. Denn لأن sein Eltern sprechen zu Hause nur Spanisch. لأن والدي اللي هو البابا ومامته بيتكلموا بس to house يعني في المنزل قلناها نور يعني فقط بيتكلموا بس في البيت أسباني. يبقى ليه هو بيتكلم أسباني كويس؟ لأنهم بيتكلموا فقط في البيت أسباني. In der Schule hat Marco viele Fischer. In der Schule hat Marco viele Fischer. عنده مواد كتير. Fischer اللي هي مواد. مواد دراسية. Er ist besonders gut in Physik und Chemie. يعني هو خاصة أو بالأخص كويس في الفيزياء والكيمياء. أنا قلت هو كويس، أنا ما قلتش إن الحاجة دي مفضلة بالنسبة لي. طيب دلوقتي بيقول لك سبورت الرياضة ist sein Lieblingsfach. Lieblingsfach قلناها 100 مرة قبل كده. كلمة Lieblings يعني مفضل. لو قلت Lieblingsfach تبقى المادة المفضلة. طب Lieblings Essen يبقى الطعام المفضل. Lieblings Getränk يبقى الشراب المفضل. هكذا. أي حاجة تضاف لي Lieblings تبقى الحاجة المفضلة بالنسبة لي. يبقى سبورت ist sein Lieblingsfach المادة المفضلة بالنسبة لي. Aber Musik findet blöd. ولكن aber يعني ولكن الموسيقى هو رأيه في الموسيقى findet يعني بيجدها يعني من الآخر كده رأيه فيها blöd مملة وحشة بالنسبة له مش شايفها كويسة. حد عنده سؤال؟ لا يا مستر. لا لا تمام. alles gut alles gut. طيب نبدا بقى. بيقول لك بانتفورتد ديز فراغ، جاوب الاسئله دي. فو اربايتت ماركوس فاتر، اين فو يعني اين، اربايتت يعمل والد ماركو، ماركوس فاتر يعني والد ماركو. دي حاجة كده زي الأبوستروف إس، هو اسمه ماركو بس حطينا لها إس، يعني عايز تقول والد ماركو فأنت بتحط لها إس، دي إس طبعًا زي الأبوستروف إس بتاعت الإنجليش، بس إحنا ما عندناش في الدويتش في حاجة اسمها أبوستروف إس، إحنا بنحط لها إس بس. مثلا تبقى إمبرلين؟ أين يعمل والد ماركو؟ مين عارف يرفع إيده؟ رفع إيده. لامار. برلين. إن؟ Deutschland. In Berlin. Gut. Woher ist Markus Familie? Minaif. Ahmed. Ahmed.
نعم. Woher ist Markus Familie? wohnt schon lange in Deutschland. لا بص يا احمد، انت برضه هتفضل معايا. ايه الفرق ما بين فعل كومن، فيرب كومن وفيرب فونين؟ يعني كومن هو نشأ هنا، كومن أما فونين ياتي يدل على الموطن، ودي قلناها 100 مره. اما فونين يسكن، تدل على مكان السكن، دي بتدل على هي كومفت الموطن، ودي بتدل على مكان السكن اللي هو الفون اورت. تمام تمام. معايا؟ أوما. تمام. يبقى هو بيسألك عن الموطن، فوهير يعني من أين يأتي، يبقى هو بيسألك على الموطن اللي هي الكونفت بتاعه، الهيمات، اللي هو من الآخر عايز يقول لك فوهير كومست أو كومت ماركو أو فوهير كومت ماركوس فاميليا. إير كومت أوس إسبانيا. قول اوس اشبانيا على طول يا اخي، طب ما هنلخبط في الجامر. لا يبقى نقول اوس اشبانيا على طول. ماشي اللي بعده. Warum spricht Marco gut Spanisch؟ تاني Warum يعني لماذا؟ Warum spricht Marco gut Spanisch؟ ليه بيتكلم اسباني كويس؟ يلا علي. Denn seine Eltern sprechen zu Hause nur Spanisch. ممتاز. Denn seine Eltern sprechen zu Hause sprechen zu Hause nur Spanisch. طيب was ist Markus Lieblingsfach؟ was يعني ما أو ماذا؟ ما هي مادته المفضلة؟ أنا عايز كلمة واحدة لجين، كلمة واحدة يا لجين. اسمها ايه؟ سبورت. لا سبورت، اسمها سبورت مش سبورت. لامار. ايوه. ما تجاوبيش الا في دورك يا لامار. حاضر. طيب لجين، جايني سامعني؟ طيب السؤال اللي بعده. In welchen Fächern ist Marco gut؟ في أي مواد بيكون هو كويس؟ هو كويس في أي مواد؟ ملك، ملك إيهاب. يا ملك. طيب ملك شريف، طب هتبقى سامحني، ان فيزيك وان كيمي. فيزيك اون شيمي. انا نفسي اعدل حته النطق، نفسي اعدل حته النطق، يعني هي قدامك فيزيك اون شيمي. طيب في فندت ماركو موزيك، كلمة واحدة. في فندت ماركو موزيك، عايزين حد ما قالش قبل كده. محمود هشام. هتبقى بلود يا هير. بلود، شاطر، جود. حد مش فاهم حاجة في القطعة دي؟ لا تمام. لا حد مش فاهم حاجة؟ نعم. لا تمام اللي بعده.
طيب ناخد ديالوج ما بين علي وباسم. علي بيقول له جوتن موجن، باسم هيرد ويرد ويقول ايه يا لامار. هيقول له جوتن موجن. طبيعي واحد بيقول لك جوتن موجن هتقول له جوتن موجن، صباح الخير صباح الخير، هتقول له مساء الخير مثلا. طيب سأل سؤال راح باسم مضت عليه وقال له يا ايش بين شولال. ايه السؤال يا احمد يا محمد؟ مش عارف ينفع يا هيرة جاوبها؟ استنى محمود هقول له. بص يا احمد، هو مش السؤال ده بادئ بياو ناين؟ يبقى انا لازم اسال بالفعل، صح ولا لا؟ تمام، هبدا بالفعل. ايه الفعل اللي عندك؟ لو انت مش عارف وانت الدنيا زنقت معاك اعمل كده زي ما انا بقول لك. السؤال انا عندي الاجابه بتاعته بادئه بياو ناين، يبقى انا هسال بالفعل. ايه الفعل اللي عندك؟ بين. هتقول ايه؟ صح زي ما انت ما قلت. شولي دو شولار. ممتاز. طيب بعد كده علي سأل سؤال قال له فو ايست داين شولر، اين تكون مدرستك؟ يا علي، علي محمد. ايوه ايوه تمام. فو ايست داين شولر. ماين شولر ايست ان برلين. ماين شولر ايست ان فيصل. يا عم سهله جدا، لازم يعني برلين. ماشي. طيب السؤال اللي بعد كده علي سأل سؤال راح باسم مضت عليه وقال له متى اسماين ليبلينج سبار؟ الماس هو مادتي المفضله. طبعا هقولها هير كده. مين هيسأل مين؟ مين هقولها يا مستر؟ لوجين. فين لوجين؟ انا هنا. طب طب يا لوجين، مات استماين ليبلينج سفاخ. واس ايست داين ليبلينج سفاخ. ممتازه. واس ربنا يخليك يا مستر. Sehr gut. Was ist dein Lieblingsfach? Okay, alles gut. سأل سؤال قال له nein, Chemie finde ich auch gut. يبقى هيسأل ويقول إيه؟ يا لامال. Was ist dein Lieblingsfach? لا، أنا هنا. قال له ناين شيمي فيندي إش أوخ جوت. طيب واحدة واحدة معايا يا لامار. قال له ناين، يبقى أنا لازم أسأل بالفعل، لازم يبقى السؤال ده اللي احنا بنقول عليه 100 مرة في الألماني قلنا يا وناين فراجة، لازم تكوينه يبدأ بالفعل. طيب إيه الفعل اللي عندك في الجملة يا لامار؟ فيندي. يبقى أنا هسأله أقول له إيه؟ فيندست دو دو شيمي. ما ينفعش اساله اقول له فيندست دو شيمي جود. ليه؟ لان لو هو انا سالته اقول له فيندست دو شيمي جود، رايك ان الكيمياء كويسه؟ فهو يقول لي لا، ده انا شايف ان الكيمياء برضه كويسه. مش منطقي ابدا. يبقى انا لازم اغير المفعول، لازم اغير الصفه دي خالص. فيندست هيقول له فيندست ها بلود. هيقول لك ايوه فيندست دو شيمي بلود. انت رايك ان الكيمياء ممله؟ قال له لا، ده انا الكيمياء كمان شايفها كويسه. صح ولا غلط؟ صح صح يا مي. تمام. في حد مش فاهم حاجه؟ لا كله تمام. طيب تعال نسيب الديالوج الثاني وناخد الترتيب. شرايب دي زيتس ريشتش. حد يرتب معايا اول جمله. مين؟ ايش انا. يلا يا احمد يا محمد.
سارة هات هويتي هويتي دويتش. سارة هويتش، هتعملها ازاي؟ هنبدأ أول حاجة باللي هو سارة ايوه الزوبيكت سارة، ها هات هات اللي هو الفعل ها هويتي دويتش. هويت دويتش، سارة هات هويت دويتش، سارة عندها الحسام ألماني النهاردة، هويت الحسام يعني ممكن اليوم. نحل اللي بعدها؟ نعم الحسام ما سمعتش السؤال. يا حل اللي بعدها. طيب ماشي انا بسأل واحدة واحدة. ماشي يلا يا ملك. ها لورا هات زوي لا اسمها هات ايه؟ زفاي ان ما لا ثانية 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 زفاي اسمها تفاي. اي ها ان ان ماس ان ماتر جابت الدرجة او طلعت التانية في الماس. ماشي اللي بعده يلا. بيقول لك فيندست مونا دو فراو في احمد هشام او محمود هشام في فيندست دو فراو مونا في فيندست دو فراو مونا دو فراو مونا. ماشي اللي بعديها ملك إيهاب ملك. طب فين علي؟ طيب أحمد محمود سامعيني طيب ولا لا؟ ايوه سامعين ايوه سامعين حضرتك تمام. يلا احمد لمار. ايوه يلا يا لمار اجاوب. يا ريت. هيبقى اول حاجه فير فير هابن هابن بس انا مش متاكده اذا بعديها باوز ولا يتست. طيب يعني ايه باوز يعني ايه يتست؟ معرفش ومعرفش يتست شكرا ليه معرفش. طب خليها واحده يعني معرفش بريك بس انا عارفه معناها. يعني باوز يعني بريك تمام. البريك والتانية يعني الآن اللي انت ما بتصدق ان هو يجي ويتس يعني الآن الآن. ايوه كده ممتاز. يبقى هيربر هابن زيتس بوزي فيرهابن يتس باوز. احنا دلوقتي عندنا بريك. ماشي يلا اللي بعده محمود. يلا محمود. ايوه هنقول ايش فند دويتش جوت ايش فند دويتش جوت دويتش شاطر جوت. طب ينفع اقول جود دويتش؟ لا اقول ايش سبريش جود دويتش. تمام انا وصفت اني انا بتكلم الالماني كويس لكن لما اقول انا رايي ان الالماني كويس لازم يبقى جود في الاخر. طيب مريم مريم سامعني يا مريم؟ شذا فاس داين است. لا 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 بروح يا شذا فاس صح. فين الفعل؟ است است جدع. ها داين لبلينجز ها داين لبلينجز ها دانك. طيب محمد مؤمن ايوه انا هو. يلا جاوب بص بص
اير. بس ايه؟ لا ثواني، طب انا هسألك سؤال بعدين يا محمد، اير. ما خدتش بالك لما انا بقول الشذا بعد فاس فين الفعل؟ ايوه، ما بقى هو الضمير ال الفاب الاول، احنا ايوه بنسأل بالفاجي فوتر اللي هو الأداة، وبعد كده الفيرب، فين الفيرب عندنا؟ هبط. هبط، جدع. فاس هبط. بعدين اير. سوبجكت فين؟ اير، صح؟ بعدين ام. ام بعدين اخر كلمة بقى سمستوب. اسمها ايه؟ سمستوب لا اسمها زامستاج، يعني السبت. ماشي، هو بالاخر كده بيقول له فاصحابت ايه ام زامستاج، عندكم ايه يوم السبت؟ طيب علي محمد يلا. طب فير مشتن دويتش ليرن. ممتاز، فيا مشتن مشتن فيرب دويتش مشتن ليرن بمودال فيربن، فيا مشتن دويتش. دويتش ليرن. طب انا عايز اسالك سؤال يا علي، تمام. هو دلوقتي احنا بنقول فيا مشتن دويتش ليرن، انت ليه خليت مشتن؟ عملت ايه في الجمله؟ جابت الفيرب الاساسي بتاع الجمله في اخر خليته في الجمله الآخر. في حاله ايه يا علي؟ لا مش عارف. ما انت جاوبت بناء على ايه يا علي؟ في حالة المصدر. ايوه المنطقة. Wir mussten ايوه Deutsch lernen. المودال فيرب مشتن من ضمن المودال فيرب زيها زي كونن زي موسن زي زولن، بتعمل ايه في الجملة؟ صحيح. بتخلي الفيرب الأساسي بتاع الجملة اللي هو learning يتعلم، يروح في آخر الجملة في حالة المصدر. طب والمودال فيرب بتيجي فين؟ بتيجي رقم اتنين نمرة سفاي، تمام؟ وبصرفها مع الزوبيكت مع الفاعل، تمام؟ طب يا حي، اليس جود؟ اليس جود؟ كله تمام؟ تمام تمام جود تمام ماشي جود تمام. يلا اللي بعده. مشتم اقول ايش نقط اين فيلم او اين فيلم زي ها؟ ممكن اجاوب انا هير؟ مين اللي قال؟ أحمد عمر. فين أحمد؟ يلا يا أحمد. هتبقى مشت اللي آخرها إيه؟ هي هتبقى مشت، إيش مشت طبيعي. أيوة. طب فين مريم؟ نعم يلا مريم. ماشي يلا. دو نوت بيتزا إيسن، ها؟ مشتست. دو إيه؟ مشتست. دو مشتست. بشتش احمد مشت داس ليد نقط، داس ليد الاغنيه هيعمل ايه في الاغنيه؟ هيسمعها مين؟ يلا يا عم طيب ملك ايهاب أجاوب أنا هير؟ جاوب أنت يا أحمد يا عم. هتبقى هورت. هتبقى إيه؟ لا هتبقى هورن. هورن، أيوه هورن. عشان الأول عشان مشتن بتجيب في آخر الجملة الفعل في المصدر، أخو إيه إن. طيب اللي بعديها يا أحمد يا عم برضه. أن نقط أم أبن أوز جين. هي عايزة تخرج بالليل أو في المساء بمعنى أصح. أقول أن ديت أنا لازم أصرف، لازم أعرف هو ده ضمير إيه. فأن دي هتعوض عنها كأنها إيه اللي هي 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 جدع. طيب زي هي هتبقى مش هتبقى إيه؟ مشتت. إزاي؟ مش إحنا قلنا إن المودال فيربن كلها فيها تصريف شاذ، إن إيش وإيه وإس وزي يجوا بتصريف واحد اللي هو هيبقى مشت. ايوه مش احنا قلنا كل المودال فيرب عندك تصريف ايش هيساوي الار والاس والزي، صح؟
يعني كلهم هيبقوا نفس التصريف ايوه بالظبط. مش ايش مشتي، انا هسألك انت، مش ايش مشتي يبقى ايه واس وزي مشتي كمان زيها بقى خلاص تبقى مشتي على طول. طيب مين اللي بعديه؟ هلا انا عايز اجاوب. هلا اللي عايز يجاوب يقول انا سلمة. انا مين بس فين سلمى؟ طيب جنى يلا يلا بس بس ثواني نقط زيت مشتن. لما بنقول لي هي حسام طبعا طبيعي لازم نحترمه، وانا مش عايز اتكلم عن نفسي كتير فبقول بس نقط زيت زين كده. مشتن لازم احترمه طبعا طبيعي، محدش يقدر يرفض كده. بقول ما ايوه ده صح. نقط بيلوت فيردن عايز يبقى طيار، احنا قلنا فيردن انا ممكن اجاوب. نعم ممكن اجاوب. ممكن تجاوب يا عم مشتت تبقى برضه مشتت. مش احنا قلنا ان مشتت تساوي ايه واس مشتت هتبقى مشتت. احنا فين مارك مشتت يا مس لان مارك هو ايه. طيب رقم سبعة نمرة زي انا عايز اقول دي بقى بيرز نقط ها مين؟ أنا. مين أنت؟ محمود. محمود. يلا محمود. أنا محمود بس عادي. هتبقى مشتن. بيا مشتن. عايزين نغني في الأجازة ماشي. طيب منى مشتن. أنا بقى. جابن. أنا. طيب. طب مين بالظبط؟ مريم. يلا مريم. أنا. يلا مريم. ماخن. ماخن. تمام صح لان في اخر جمله الفعل في المصدر. يلا اللي بعده دو نوت ميلش ترينكن. انا هير. طب يلا احمد يا عم. تمام ايه ده بقى يا كوكي انا في اللايف. دو هتبقى مشتست. طب نركز معانا دو مشتست صح ميلش ترينكن. طيب اللي بعده اللي عنده سؤال يسال يقول لي انا مش فاهم عايز اجاوب. مين انت؟ انا علي. يلا علي. اير مشتت. اير مشتت. تمام. مستر ممكن انا حل؟ ايه؟ عايز احل. انا. ماشي انا ما حلتش ولا واحدة. خلاص تمام. هنحل كلنا. اختار انت اهي. لو سمحت انا يوسف محمد كمال. يا يوسف؟ بتقول لي يا يوسف ينفع اجاوب دي؟ طيب بصوا بقى اولا عشان نتفق اتفاق محدش يتكلم. طيب كله انا هعمل كله ميوت تمام. اللي هيتكلم بس اللي هيجاوب بس يعمل اميوت تمام. كله يعمل ميوت. اللي هقول له جاوب بس هو اللي هيفتح الميوت تمام. كله يعمل ميوت. كارما سلمى. نعم يا مس. يلا كله يعمل ميوت. حاضر. يلا كارما ايش نقط كولا ترينكن؟ كارما نعم ايش نقط كولا ترينكن؟ ايش هتتصرف؟ طب معلش انا لسه جايه. انا لسه جايه تمام. طيب ده تصريف فيرب مشتن. ايش ماشي بتاخد ايه؟ ايش بتاخد مشتي اول واحده. مشتي اول واحده شاطره. طيب يلا رجع الميوت تاني يا كارما. ماشي دي قاعده ام وام وام دي احنا قلنا بنسال عليها فان يعني متى، وكل واحده فيهم بتيجي وراها حاجه معينه. يعني مثلا لو ايام اسبوع هتبقى قبليها ام، لو ساعه تبقى قبليها ام. طب لو مثلا فصل مفصول سنه او شهور يجي قبليها ام. يلا نبدا اول واحده. علي ام مونتاج. ام مونتاج صح. اللي بعديها لجين.
هو قال ام مونتاج فار ايش دوتشلاند بسافر لي المانيا لو جاينا هتقول لي ايه فاي تاج ثاني واحده ام هتمطر ايه ام ام اسمها ام تمام فاي تاج الجمعه تمام فاي تاج اللي هي الجمعه زي جود بونكت 8 اور سبيل ايش فوسبال يلا يا جانا ايوه لا لو جاي الفيلم ميوت تايم جانا ام 8 اور سبيل ايش فوسبال ام صح تمام اللي بعديها سلمى سلمى اللي بعديها لمار هتبقى ام ام هيربست ماخن ماين إلتان اين رايز صح ام في الخريف طيب لمار بقول لك ايه يا لمار عارفة يعني ايه الربيع الربيع ايوه محمود هشام عارف يعني ايه ربيع بتقول ما اعرفش يعني ايه ربيع بس هيربست اظن يعني هيربست يعني خريف تمام الربيع يعني ايه يا محمود انا عارف يا هير انا عارف ربيع اسمها فولينج انا عارفه فولينج ايوه مش زمر هي زمر يعني الصيف خلاص كله يعمل ميوت كله يعمل ميوت كله يعمل ميوت شكرا دانكي 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 زمر يعني الصيف فينتر يعني الشتاء هيربست يعني خريف فولينج يعني ربيع طيب لو عاديه 10 اور بيجنت دين فيل ملك ايهاب يلا يا ملك 10 اور الساعة 10 عم سامعك يا ملك طيب سلمى محمد مستر انا ادم ايه انا ادم طب يلا يا ادم تبقى قوم قوم طيب ميت فوخ كله يعمل ميوت اعملي ميوت تاني يا ملك رنا ايوه رؤى نعم يلا يا رؤى ميت فوخ ماخت ريناتا كاراتي بتلعب ام ميت فوخ عارفه طيب يعني ايه ميت فوخ لا طيب ماشي ماري مريم اشرف يعني ايه ميت فوخ هو المفروض يوم من ايام الاسبوع اللي هو الخميس لا لا الاثنين هو الاربع الخميس اسمها ايه دونا ستار ماشي يا مريم هجاوب تاني ماشي فولف واش لافين فيها الساعة 12 تيجي معاها قوم قوم طيب فينتا يجي معاها ايه يا يوسف قالك مستر ام ايه ام Inventor fahre ich nach Aswan. تمام. Donnerstag هي الخميس. تمام يا محمد مؤمن. Donnerstag fahre ich nach Deutschland. طيب اللي بعد علي Donnerstag هتيجي معاها؟ Am Donnerstag. Am Donnerstag, جدع يا علي. زمر هابي ايش اولاو. ممكن اجاوب اخر واحدة؟ جاوب اخر واحدة يا عم. ام. ايه؟ ام. ايه؟ هابي ايش اولاو. عندنا اجازة صح. طيب في اي حد مش فاهم اي حاجة عنده سؤال؟ لا كله تمام. انا عندي سؤال. دانكي جود. ليكوا كلكوا دانكي 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 كيرن عندي سؤال
وإن شاء الله اللي عنده أي سؤال يبعت لي على الجروب. تمام؟